السلام عليكم خوتي المغاربة خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناة مامون بيبي. خوتي خواتاتي الله يرحم لكم الوالدين، إلى ما ديروا اللايك قبل ما تبدأ هذا الفيديو، ديروا اللايكات وبارطاجيو الفيديو في الواتساب في الفيسبوك في جميع مواقع التواصل اللي يمكن لكم تبارطاجيو فيها باش تعم الفائدة باش تفضح هاد المجرمة. هادي هادشي راه بزاف، هادشي الحالة هادي اللي وصل لها المغرب راه بزاف. هادشي ديروا اللايك اخوتي اخواتاتي الله يرحم لكم الوالدين، لان ملي تديروا اللايك تيكون لايك طالع فيديو تتسيركولي، كان لايك ناقص فيديو ما تتسيركوليش. حنا تنديروا هاد الفيديوهات هادو باش الناس كلها تعرف هادشي شنو واقع، باش الناس كلها ترد بالها من هاد المجرمه هادي، باش الناس كلها تعرف شكون هي عصابه البنيه الباطنيه ديال بلادنا المغرب. رأس مزروي هي رئيسة العصابة الباطنية ديال البنية التحتية ديال البلاد. المهم راني اليوم مع الصبارة تكرفسوا على الأم ديالي المافيا ديال الأسماء زروال. اش غنقول لكم دابا، غنقول لكم التفاصيل في الفيديو القادم إن شاء الله. المهم الأم ديالي راه لاباس الحمد لله والشكر لله. المهم بلا شك أخوتي خواتاتي تتشوفوا ما لم يلاحظه المغاربة في هذا الاستقبال هذا الملكي اللي استقبل فيه ولي العهد ديال الإمارات الملك ديال المغرب محمد السادس. أشنو شنو شنو تيبان؟ أشنو تيبان؟ تيبان بأن ما كاينش مولاي الحسن، خاصو يكون بحال هذا الاستقبال هذا، خاصو يكون بحال هذا السفر هذا، وحده في جوج، غير اما منعاتو العصابه ديال البنيه السريه التي تحكم المغرب وهي العصابه ديال أسماء زروال، منعوه قالوا له ما تمشيش ما تمشيش، راه غير الملك اللي خاصو يكون، نتايا في هاد السفريه ما خصكش تكون. شوف كيفاش شنو قالوا له، اما منعوه بهذا الشكل ولا مرضوه باش ما يمشيش، درو له شي بحال شي لاغريب ولا شي حاجه. المهم راكم عارفين المافيا ديال أسماء زروال علاش قادرين دابا مهما كان الشكل باش منعوه، سواء مرضوه او قالوا له ما تمشيش، الخلاصه هي انهم منعوه باش ما يمشيش لهذا الاستقبال هذا. الوغ كو في هذا الاستقبال هذا كان واجب وضروري انه يكون بجانب الاب ديالو محمد السادس ملك المغرب. هادشي كله علاش؟ حيت أسماء زروال كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه ما بغاتش مولاي الحسن يطلع، قلتها لكم ما بغاتوش يطلع. الوغ شحال ما جبرات تخبيه وتخليه مخبي، وبعبارة أخرى منسي، ما يشاركش في النشاطات الملكية الدولية، بحال هذا النشاط هذا ملكي دولي يعني في الخارج، تتقرقب عليه باش ما يمشيش، باش يتنسى، باش ما يبانش إلى آخره، لأن ما باغيهش يطلع. الأب ديالو بعدا دائما تيديه معاه، وهو أنا مأكدة مليون بالمئة بأنه راه بغا يمشي مع الأب ديالو، ولكن منع من ممارسة النشاط ديالو الملكي كولي العهد في الخارج برفقة الأب ديالو ملك المغرب محمد السادس. ألوغ دابا هادشي باين باين عين، شي دابا باين عين. وعباد الله، واش السيد اللي في الامارات اللي استقبل الملك هو ولي العهد ديال الامارات وولي العهد ديال المغرب ما كاينش مع الاب ديالو؟ كي دايره هادي دابا؟ انت أسماء زروال ماشي اول مره تتمنعي
مولاي الحسن من ممارسة الأنشطة الملكية ديالو. انت يا أسماء زروال، هادشي دابا اللي تديري درتيه بهاد المرة درتيها بالمعيق، درتيها بالمعيق. الملك تتسمي تطيحي في الفراش، مراتو غبرتيها حيدتيها من الطريق، بنتو غبرتيها حيدتيها من الطريق، وولدو انتي في هاد النشاط هذا غبرتيه حيدتيه من الطريق. باش هادشي كله، باش انتي بغيتي تمحي الملكية في المغرب، انتي بغيتي غير هذاك صاحبك هو اللي يطلع، واحد صاحبك. بلا ما تسولوني اخوتي اخواتاتي، ما غاديش نقدر نقول، عندها واحد صاحبها بغاتو هو اللي يطلع يحكم المغرب، وهذاك راه ما عمرو ما غيطلع اسمه زروي، انا اللي عارفه علاش ما غيخليوه لكش يطلع. قوات العظمى ما باغينوش هذاك صاحبك. عندها واحد صاحبها، شنو نقول لكم، شنو نقول لكم، ما حسبنا الله ونعم الوكيل. عاد صاحبها تما بغات هو يطلع، وبغات تحيد هي الملكيه. على محال خوتي خواتاتي، غنقول لكم دابا واحد الحاجه اللي هي مهمه فايته، قلتها في ديسمبر 2022. الا رجعتوا للفيديوهات ديالي غتلقاو هذا الشيء اللي قلت لكم في ديسمبر 2022 صح، ودابا هذا الشيء اللي غنقول لكم دابا ردوا البال مزيان معاه. ملي تيوصل لاواخر ديال السنه ديسمبر، اش تدير اسماء زروال؟ تتسرد الملك، تصيفطو للخارج، اما تصيفطو للكابون، اما تصيفطو لفرنسا، اما هاد العام قالت تصيفطو الامارات، واظن على ما اظن بغاتو يبقى تما يدوز الحفله ديال راس العام، ولا عندها شي بلان اخر ملي غيقرب الحفله ديال راس العام غادي تصيفطو لشي دوله اخرى. وشنو تدير ليه؟ تتعطيه لاغسونيك ما بين 24 ديسمبر و 27 ديسمبر، تتعطيه لاغسونيك تطيحو في الكوما، تطيحو في الكوما، تجي الفرقة الطبية ديال من فرنسا للكابون. المهم الإنعاش داكشي راكم عارفين، هذا تيبقى طاريح الفراش شهر شهرين تل شهور. ودابا أسماء زروال أنا تنشهد عليك المغاربة، عندك عاود ديري نفس الشيء اللي كررتي لمدة سنتين متتابعتين وفضحتك، دابا عندك يتكرر عاود نفس الشيء. تتعطيه لاغسونيك، وعرفتي اش تتقول؟ تتقول بأن خدا الأدوية مع السكرة وطاح في الكوما، لأن ملي تتخلط الأدوية مع السكرة ومع هذاك سميتو هذا راكم عارفين داك الحبات، تتقول بان داك الشيء هذاك علاش طاح. شوفي اسماء زروال، شوفي الملك ميمكنلوش يسكر، ميمكنلوش يشرب الشراب، مريض بالقلب وتياخد الدواء. ما تجيش تعاودي لينا الخرايف، انا راني طبيبه وتنعرف راسي اش تنقول. الا سكر وهو تياخد الدواء ديال القلب يطيح على وقفته. الوغ ما تقولي لناش تيسكر، ما تيسكرش وما تيشربش. الوغ ملي تيطيح ماشي كيما تتقولي لينا نتيا راه سكر وخدا الدواء وهداك علاش طاح في الكوما، لا، لان انتي تتعطيه لاغسونيك في الماكله، هداك علاش. انتي اسماء زروال بنت الشاوش بوشعيب زروال وحبيبه حديكي تتعطيه عن طريق العناصر ديال المافيا ديالك، ديال البنية السرية الباطنية اللي تتسير البلاد، تتعطيه لاغسونيك باش تيطيح. ومن بعد تتقول لنا راه بيتي يشطح ويسكر وخد الدواء هذاك علاش، لا هذيك ما داكشي ماشي بصح، داكشي اللي تتعطينا داك المعلومات اللي تتعطينا طيب،
تكذبي علينا بها ماشي بالصح، ديك ماشي بالمعقول، داكشي كلشي كذوب اللي تتعاودي على الملك بالعاني باش خسري ليه السمعه ديالو. يا العصابه ديال البنيه الباطنيه ديال البلاد. دابا خوتي خواتاتي علاش بعدت عليه مولاي الحسن في هاد اشنو تتستنتجوا دابا من هاد الفيديو هادي، من مور ما عطيتكم هاد العناصر هادي كلها اش تتستنتجوا؟ انا غنقول لكم اشنو تتستنتجوا، جوج حوايج. الحاجه الاولى هي انها لعبات هاد اللعبه هادي القديره باش ميمشيش مولاي الحسن يمارس الانشطه الملكيه ديالو في الخارج، بمعنى اخر في الامارات. وثانيا باش حيت مولاي الحسن هو اللي تيحضي الاب ديالو محمد السادس وتيسهر على الراحه ديالو والصحه ديالو، ما بغاتوش يكون معاه في هاد الحفلات ديال اخر السنه باش يقرقبوا على محمد السادس كيما بغاو بلاخسونيك، لاني الا كان معاه ولدو غادي يعيق. علاش دابا بعدت عليه ولدو في هاد الفتره هذه ديال السنه ديال الحفلات راس العام، ملي تتقرب حفله راس العام باش ما يلقى لا حنين لا رحيم. الزوجه طيراتها له، البنيته طيراتها له، وولدو ما خلاتوش يمشي معاه. فهمتوا دابا اللعبه كي دايره؟ شتو الطابلو كي داير؟ واضح وشفاف. المهم خوتي خواتاتي اش غنقول لكم، المغرب راه غادي في الهاويه والله معانا. هذه حاجه. حاجه اخرى، شوفي أسماء زروال، ماشي الام ديالي هي اللي تدير هاد الفيديوهات هذه، لان مشيتي تنتقمي منها. ماشي الام ديالي اللي تتفرشخك في الفيديوهات، انا هي اللي تنفرشخ تصيلتك في هاد الفيديوهات. ف ما ربحتي والو مني تعديتي على الام ديالي عن طريق المافيا ديالك. هادشي شتي انا مازال تندير فيديوهات وما عمري ما غنسالي حتى تشدي. ولا قدر الله الا ما كنتش انا غيخرجوا لك وحدين اخرين، كفس مني انا. الوغ اسماء زروال غير انتظري غادي يكونوا فيديوهات كفاس من هادشي اللي عاد درت. غنعريك فيديوهات القديمه، غنعريك، تنقول لك غنعريك قلت لك غنعريك بواحد الشكل اللي هو صادم جدا في الفيديوهات. مازال اخوتي خواتاتي عاد غنقول لكم شي حوايج اللي هما خطيرين وخطيرين للغايه. المهم اللي ما دخلش القناه ديالنا الاحتياطيه يدخل لها، الله يرحم لكم الوالدين، يشترك فيها ويفعل الجرس. راه دخلوا غير 10 ديال الناس، 12 بالضبط ديال الناس. دخلوا خوتي خواتاتي، دخلوا للقناه الاحتياطيه باش لو وقعت شي حاجه لهادي تعرفوا فين تلقاونا. دخلوا للقناه الاحتياطيه، انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف وفي الصفحه ديال التعاليق، وراني غادي ندير نحط لكم فيها فيديو، غنرتاح ونحط لكم فيها الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.